لكن الحدث الأهم وفي أعقاب تسلم النادي الأهلي درع الدوري امبارح في مشهد كده حصل، وأكيد حضراتكم كلكم تابعتوه من خلال كابتن محمد فضل عضو اللجنة الخموسية ومندوب اتحاد الكورة في هذه الاحتفالية أو في إجراءات وبروتوكول تسليم درع الدوري للنادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا أحد نجوم النادي الأهلي. ومشهد كان يعني ضايق البعض في الحقيقة من الجمهور، والكل ركز على الجزئية دي تحديدا، لكن احنا عايزين نتكلم بهدوء شوية وبواقعية أكتر. يعني في كل الأحوال، الموضوع تم تهويله، يعني هي قصة انت كبرت زيادة عن اللزوم والناس كتير اتكلمت فيها، والبعض حاول ان هو يخرج من إطار احتفالات النادي الأهلي بدرع بطولة الدوري لإطار آخر خالص واتجاه آخر خالص، وهو بما يتعلق بمشاكل أو مشادات حصلت أو كلام من ده. فالموضوع بسيط والقصة عابرة وتم تهويلها وحاجة خلصت وخلاص وعدت ومفيش أي مشكلة. وفي نفس الوقت حسيت أن البعض بيحاول ياخد القصة في اتجاه سلبي تحديدا بخصوص العلاقة ما بين النادي الأهلي وما بين واحد من أبنائه هو كابتن محمد فضل. في كل الأحوال يعني كابتن محمد فضل عمره في يوم من الأيام ما طلع تجاوز في حق النادي الأهلي لأنه ابن من أبناء النادي الأهلي، رغم أن احنا بنشوف بعض الأبناء يعني للأسف هم قليلين جدا بيغلطوا في الأهلي، بيغلطوا في مسؤولي الأهلي وكلام من، لكن هو الراجل ما تجاوزش ابدا في حق النادي الاهلي. فاحنا مش عايزين ناخد القصه في اطار ان ازاي محمد فضل يعمل كده وازاي وهو ما عملش حاجه كهربا وكلام من ده. ده كلام يعني تم تهويله بشكل كبير، وفي كل الاحوال محمد فضل ابن من ابناء النادي الاهلي ومحدش يحاول ان هو يعني يخوض في الجزئيه دي تحديدا، هتفضل علاقه جيده طالما انت واحد محترم وتحترم النادي الاهلي وانت ابن ابناء النادي الاهلي، فهيبقى ليك كل تقديرك واحترامك في كل الاحوال. فبالتالي انا عايز اقول لحضراتكم تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي عقب هذه الازمه، وتحديدا من قبل نص ساعه من دلوقتي الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم وقال يعني بعض الامور المهمه جدا اهمها، قال ان القصه خدت حجم اكبر من حجمها، مفيش اي طرف من الاطراف تجاوز في حق الاخر، مفيش نيه حتى عند اي واحد سواء كهربا او حتى كابتن محمد فضل ان ده يتجاوز في حق ده او ده يتجاوز في حق ده، والاثنين بيكنوا كل الاحترام والتقدير لبعضهم. وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ كمان ان هو تواصل مع محمود عبد المنعم كهربا وتواصل مع زملائه وشاف الفيديو اكتر من مره واتكلم في الجزئيه دي كمان ويوضحها بشكل كبير، وقال احنا دايما يعني عندنا حرص كبير جدا في الحفاظ على العلاقات الطيبه ما بين الاهلي وما بين مسؤولي اتحاد الكوره واللي بيتمثلوا امبارح فيه الكابتن محمد فضل. قال كمان الكابتن سيد ان هو في حديثه مع كهربا قال له يا كابتن سيد انا بحترم كابتن محمد فضل وبقدره كل التقدير في الحقيقه، والامر يعني مش عايزين نديله حجم اكبر من كده. واضح ممكن يكون واضح للبعض برضه عشان ابقى صريح، يعني واضح للبعض مين اللي غلطان مين اللي غلطان، لكن احنا مش هنتكلم في الجزئيه دي خالص. وانا نفسي الناس بس ما تركزش شويه مع كهربا، يعني التركيز معاه زياده عن اللزوم، يعني سيبوا الراجل موهبه كبيره بصراحه، سيبوا الراجل يشتغل بقى ويشوف شغله ويعرف يركز في الملعب. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ كمان استغل الفرصه ووجه الشكر لاتحاد الكره، دي تصريحات طبعا على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ، وجه الشكر لاتحاد الكره عقب الموسم الاستثنائي وقدرتهم لهذا الموسم بشكل مميز رغم كل الظروف اللي حصلت سواء فيما يتعلق بالتاجيلات فيما يتعلق بازمه كورونا توقف النشاط، يعني عدد كبير جدا من الامور. فده الملف تحديدا بتاع كهربا والكابتن محمد فضل، ودي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، وعايزين نقفل القصه دي. وبصراحه برضو لو كان او هيكون في اي قرار بايقاف اللاعب فهيبقى غير منطقي وغير مبرر. انا لازم اختم بالكلمه دي، لو في اي قرار بايقاف كهربا هيبقى امر غير منطقي وامر غير مبرر. فدي القصة دي بتاعت كهربا مش عايزين نتكلم فيها أكتر من كده، ومش عايزين نديها حجم أكبر من حجمها زي ما قال كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكورة.